انا عايزكم تدعوا للحاج محمود عشان هو السبب في الخير اللي احنا فيه ده كله. الله يرحمه. امين يا رب. وعشان خاطر بقى الجمع الحلو ده انا قررت انفذ وصيه الحاج محمود الله يرحمه، وكتب كتابي هيبقى يوم الخميس اللي جاي. لا 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 مش هينفع، انت بتزغرطي واحنا في الاربعين بتاع المرحوم. كتب الكتاب هيبقى على الضيق، وكل واحد فيكم هيوصله شرباته والواجب بتاعه لغايه باب البيت. يلا اللي ما خدش لحمه يجي ياخد. يلا بتخلصي الساعة كام؟ ما بترديش ليه ولا انت خارصة؟ شيل ايدك من فضلك، ما يصحش كده. سيبي نفسك بس وهتلاقي كل حاجة بقت تمام. ياسين ازاي تيجي هنا كده؟ خطر عليك، افرض حد شافك. كان لازم اجي امي، كفايه انا ما عرفتش اوضعه في جنازته. حقه يا خالتي، سيبيه سيبيه. يرضي مين بس يا رب؟ يرضي مين ان احنا ما ناخدش 40 ابونا في البيت زي الناس؟ حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا فاروق، اشوف فيك يوم اسمك. الو اي رعي، في ايه؟ طب تفهميني في ايه رعي؟ يا رعي انت كويسه؟ هشوفك بكره الصبح ان شاء الله. مع السلامه. سلام. خلي بالك من نفسك. اه ياسين. اه روي انت فين؟ انا داخل على اللوكيشن اللي بعتهولي. طيب تمام، انا هطلع لك على اول الشارع دلوقتي. سلام. ابعد عنك، بنقدر نلف حوالين بعض. يا سيدي من فضلك.